هذا واحد من إحدى الدول العربية صار عنده مرض من الله يكفينا وياكم الشر من أمراض السرطان، وراح لألمانيا وراح عند الدكتور، فالدكتور طبعا سوله فحوصات كاملة وقالوا والله هذا المرض اللي عندك متأزم، فاحنا ما عندنا لك حل تروح تعيش عند أهلك شهر 45 يوم وترجع نسوي لك عملية، لكن العملية خطيرة، العملية خطيرة. الرجال طبعا رجع البلده وضاقت به الدنيا، لكن سبحان الله يوم من الأيام يمشي بعد صلاة العصر شاف لذيك الحرمة الفقيرة، حرمة الفقيرة هذه وقفته قالت يا ابن حلال أنا ظروفي صعبة ما عندي أكل ما عندي شرب ما عندي كذا، قال الرجال وين بيتك وين ساكن؟ قالت أنا ساكنة، قال بروح معك. راح معها لبيتها، دخل بيتها لقى بيتها ما فيه لا ثلاجة ولا غسالة ولا مكيف ولا أكل ولا شرب ولا شيء من مقومات الحياة. هذا الشاب راح وشرى لها غسالة وشرى لها ثلاجة وشرى لها أكل وشرى لها شرب وعطاها جواله، قال إذا بغيتي شيء كلميني. الحرمة هذه ما يعني ما صدقت هذا الخير وهذا الفضل من هذا الرجال. الرجال توكل على الله، بعد فترة سافر ألمانيا وراح للدكتور، طبعا الدكتور قرر له عملية وعملية وخطيرة، دخلوه طبعا لازم يسوون فحوصات يعرفون نسبة الدم ونسبة الورم ونسبة كذا الاستئصال وش يسوون، سووا له فحوصات. لما سووا له فحوصات الدكتور ناداه قال أنت فلان بن فلان اللي جيتني قبل كذا وهذا ملفك؟ قال نعم. قال مستحيل. قال وشلون؟ قال لي أمامي شخص آخر. قال كيف شخص آخر؟ قال أنت ذهبت 45 يوم وش العلاجات وش الشيء اللي شربته وش رحت الأطباء رحت الدكاترة؟ قال أبدا ما سويت أي شيء أنا عند أولادي. قال السرطان ليس له أي أثر في جسدك. سبحان الله العظيم. السرطان ليس له أثر في جسدك، من الذي شفاه؟ رب العالمين. من الذي أعطاه؟ أكرم الأكرمين أرحم الراحمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قالوا داووا مرضاكم بالصدقة. شوف المريض الذي يعني هو خلاص يعتقد أنه منتهي من هذه الحياة وأن حياته أصبحت أيام معدودة، ولكن الله عز وجل هو الشافي هو الكافي هو المعافي. ففعل الخير، إطعام الطعام، الصدقة على الفقراء والمحتاجين من أرقى الأشياء التي يقدمها العبد إلى ربه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فيعني نعمة المال الصالح للرجل الصالح. إليك واقف الخير صفون ريعه ونقي